صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بها للمبتدئ؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد متيسرة ومتوفرة، وأحسنها ما يتمشى على المنهج، منهج السلف، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. أما تفسير القرآن بالأفكار والنظريات الحديثة هذا غلط. نعم.